السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سال in house, والآن نكمل الجزء الثالث من Resident Evil 2. well, حتى الذاكرة ما تضرب عندي, أبغى أشوف إيش الأشياء اللي عندي بالضبط وبعدين نعمل خطة ونتجه للمكان ونخلص. اولا طبعا من هستخدم الكرت على اساس اخذ السلاح الجديد, هستخدم هذا المقبض الدائري على اساس اما في مكان البخار او في البوابة الثانية اللي ناسي وين مكانها بالضبط, لكن راح نلف. وفي نفس الوقت ما ادري اذا المفتاح ده خلاص ما عاد احتاجه, it's there. وايضا اوكي سو الخطوة الأولى أبغى أروح وأخذ السلاح الجديد, أوكي؟ طيب أين السلاح الجديد؟ خلينا نشوف. أوكي السلاح الجديد كان هنا في الغرفة. أوكي طيب عشان نوصل للمكان ده بسرعة, أوكي خليني أروح وأدخل من هنا على هناك. أوكي طيب أعتقد راح يكون يب في ذي الجهة, هندخل من ذا الباب. اوكي وحنطلع من هناك وحندخل هنا. اوكي وحنستخدم الكرت, خلينا نشوف. نايس, ألف مبروك يا أبو سعد. نايس حلو, والآن ألف مبروك عليك يا زال. What? تغيير السلاح, لا أنا أبغى أستخدمه. يا شكل السلاح ده قوي. Anyways طيب حلو. الشيء اللي أنا ما أعرف وين ألاقيه اللي هو إنه وين نلاقي مكان الزر الثاني, لأنه أنا محتاج أوسع الستورج عندي وأخذ الشنطة هذه. طيب ما هي مشكلة, الآن خلينا نشوف وين أبغى أتجه, خلينا نعمل خطة. والآن أبغى أروح لوين بالضبط, وين مكان الحمام أعتقد, وين كان مكانه لحظة. أيوة هنا بالضبط, أعتقد لو فكيت هذا الصمام أقدر أدخل لهذه الجهة ونكتشف في المنطقة دي. وعشان نروح للصمام خلينا نعمل خطة. أنا وين بالضبط؟ أوكي أنا في الدور الأول وراح أستخدم هذا السلم ونطلع للدور الثاني. أوكي طيب يلا let's go, هنطلع من هنا. أوه هذا كيف دخل هنا؟ طيب راح اتجاهله لانه ما احتاج صراحه اعمل له فايت هذا الشيء. حسبي الله عليك, حسبي الله عليك يا فهد. طيب اتس فاين نيفر مايند, هنطلع لفوق. يا ساتر كلهم فجاه صحيوا. What is going on? اوكي خليني اخذ لي علاج. What is going on? هذه كانت ايش الطيحة الغريبة هذه يا اخي؟ سأحمد الله حكني الشيء ده. اوكي اوكي على حد علمي انه نقدر نستخدم الويل هنا بالضبط. الله الله فعلا. بس كان استخدام واحد. طيب ومن هنا راح ندخل ونكتشف هذا المكان بالكامل. طيب خلينا نجهز السلاح. And hopefully القاعدة زي ما هي يا جماعة الخير, انه يا فهد دائما اوكي هذا القفل اللي انا ماني عارف كيف راح نحل موضوعه. But it's fine. Never mind. طيب خلينا نتروش. اوكي تيك الشاور. يعني المويه شغاله من يوم ما صار الانفيجن في المكان هذا يعني. طيب الحمام باللون الاحمر معناها في شيء في الحمام, وانا صراحه مو شايف ايش اللي موجود.
ايش اللي ممكن ناخده في الحمام؟ انا مو شايف اي حاجه صراحه. بس شكله المكان ده كله على بعضه مكان واحد. طيب نيفر مايند. مين؟ لا تقول لي ده زومبي امان. طيب نيفر مايند، خلينا نشوف اذا في شيء. ايه شكله هذا الزومبي؟ لانه السلاح متوجه له زي ما انتم شايفين، وايضا اللون احمر. خلينا نشوف وين ممكن اتجه. انا بطلع واروح لهذه الجهه الثانيه. لو مشيت بشويش اعتقد ما راح يحس، او انه نظام اللي افجعك وافجعني ومن ذا الكلام، ولا سيبه خلاص. اوبو يا بالمقلب. شوف كيف طاح. اوكي ما اعتقد في شيء هنا موجود. راح يقوم ولا ميت؟ واتمنى يكون ميت. انا بديت الاحظ في اللعب انه لو تسيبهم انت طبعا يرجعوا زي ما كانوا. anyways ايش هذا الشيء؟ بودره. طيب ممتاز حلو. ايش حلو، اخذنا كل شيء. الان نتجه للبوابه. وين دحين دخلنا؟ شكله في سيب، وبعدين نروح لغرفه الغسيل والمكتب والمخزن. مخزن اسلحه هنا كمان، نايس. يكون الظاهر في شغل كثير جدا، وايضا لازم نكون شويه استراتيجيين في هذا المكان، يعني زي مثلا نقفل ويندوز والى اخره. اوكي ذاتس فيري نايس. حلو حلو يا فهد، مره ممتاز. انا صراحه متوتر. لحن يا ولد، شكلك اللعنة يا ولد، فجع أهلي. و في أحد يتحرك؟ وربي فجع أهلي. فجع أهليك. This is so fun. أوف تحذير. الله نقص مني كثير. لا تقول لي حيقتلني هذا. أقول لك خلينا نستخدم السلاح القوي ده، لأنه مات لسه. ما ينفع. لازم التصويب هذا مشكلة يا جماعة الخير، المشكلة ما هم مفعلة. طيب الحين انا متورط مع الشيء ده. حلو السلاح ده قوي ينفعله، بس we need to be careful. We need to be careful صراحة. انا ما ادري كيف يعني حنواجه هالشيء ده. وين راح؟ وين راح؟ هناك. اوكي. طيب نجري لانه اعتقد ما في امل صراحه. وخلينا نروح للغرفه. يا ابن اتحرك. ما عندي المفتاح يا مصيبتك. اوف
اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف يا ساتر. اوكي كان لحظة، هذا اللي كان مقفل، كان المفروض هربت على هنا. طيب مصيب دحين، كيف دحين ايش حل؟ كيف دحين ايش الحل؟ هذا قاتلني قاتلني يعني، ما اعتقد في حل. اوكي دايم، اوكي ايش البداية اللعينة هذه؟ طيب راح اجري واحاول ادخل هنا. اتمنى تمشي وتضبط الخطة. اوكي اجري 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 اجري. وين راح؟ اوكي لا اعلم ما الذي يحدث. اوكي في عندي عشب احمر، احتاج علاج ايساب، محتاجين علاج يا ولد. طيب خلينا نفتش المكان ونشوف. بودرة، اوكي دمج نايس حلو. نشوف ايش ممكن كمان ناخذ، والله نشوف اذا في اشياء حلو ممكن استخدم الشيء ذا ضده. والان برضو ممتاز، حلو حلو حلو، هذا اللي نحتاجه. This is what we want. في مسدس ثاني. طيب كيف نفك الشيء ذا؟ طيب حنشوف هذا الكمبيوتر. Authenticating account failed. Okay, account authentic. Okay, require in insert your dongle key into the USB. اجي ادخال مفتاح. اوكي طيب في USB ما ادري شو هو. اوكي في USB ما ادري وينه بالضبط، لازم ندور عليه. حلو طيب خلينا نفتش في المكان. اوكي بطارية. اوكي يا لحظة بشوف ايش هذه البطارية. فحص بطارية قياسية 9 فولت. اوكي بطارية. وات ايلس؟ مذكرة داخلية. اختار بنقل لمعدات المكتب. خزنة مضاد الحرارة ذات رقم سري مكون من ثلاثة. اوكي طيب في خزنة نقلوها من هنا ومكتوب انه الخزنة موجودة. نقلت من مكتب ستار الى المكتب الغربي. حلو في المكان اللي كنا فيه. اوكي وهنا مكتوب 9 يسار 15 يمين 7 يسار. يرجى تغيير الرقم السري فور الاستلام قسم الصيانة. اوكي انترستينج. طيب حلو، هذا راح يودينا الان للخزانة اللي انا ما عرفت كيف، اللي هي ما اعرف اذا وصلتكم الفكرة. اوكي طيب ايش كمان باقي؟ في اسعاف. طيب ممتاز، محتاج اسعاف كويس. وين مكانك يا اسعاف؟ سوري محتاجين علاج. اوكي حلو ممتاز، الحين نستخدم العلاج. obviously I'm sick. حلو استخدمنا العلاج، الان ايش كمان باقي؟ اوكي باقي اللي هو اليو اس بي على اساس نفتح ذا المكان. اليو اس بي ما اعرف وينه بالضبط، ممكن نحصله في المكتب اذا دورنا كويس، مع انه ما يبدو لي انه ما في شيء في المكتب صراحه. لا يكون اليو اس بي موجود في الخزنه هذيك. طيب خلينا نعمل خطه على اساس ما نضيع وقت. انا في الطابق الثاني، لازم اروح للطابق الاول واجي هنا بالضبط، وهذه الخزنه اللي حنفكها طبعا، وما ادري ايش حنلاقي فيها. فا اوكي خلاص، خلي الخطه انه نوصل لهنا. ناو بخصوص الوحش هذا الغثيث، طيب انا حدخل من هنا وراح على يعني بحاول اجري على طول يمين وطاخ واجري على طول، يا لانه ما اعتقد راح اقدر اواجهه، لانه ما عندي انا حق تصويب للاسف. فاجري اجري 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 اجري. اوكي ممتاز،
حلو كذا ماشيين مره كويس. الان راح ننزل من السلم ونروح لذاك المكان. الخطه اوكي نخش من هنا وبعدين نتوجه ننزل من السلم. خلينا نجرب اذا اوكي يجي. يا الله هذه لسه ما طاح. ياي يا الله. اوكي حنجري على طول نروح للمكتب اللي قدامنا على طول. يا اللعبه يا واد حرق اعصاب. اوكي المفروض انا كنت ايوه اوكي ممتاز. الان اعتقد على حد ما كلمنا لا يكون ذا صاحي لسه نايم. خلينا نجرب الكومبينيشن اللي قلنا عليها اللي هي هنا بالضبط اللي هو مكتوب 9 15 9 يسار و15 يمين و7. لا اسف وات هي لحظه خلينا اكون فاهم 1 2 3 4 5 6 7 9 بعدين 15 بعدين اوكي يا واد يجي والله اصلي عليك اصلي عليك. طلعت شنطه انا طيب الى انا بالفيلم طيب ايش استفدت انا اوكي طيب لو قلنا نرجع ثاني مره انا كنت في المكتب هنا طيب اوكي هذا مفتاح ما احنا محصلينه والمكتب هنا يبغى له يو اس بي وهنا في خزنه رئيسيه ما احنا عارفين كيف نفكها وهنا طبعا في جاك ما احنا عارفين وينه بالضبط وحجره الجلوس هذه لونها احمر معناها في شيء ما اخذناه هناك. طيب خلينا نكتشف خلينا نروح للمكان هذا ونشوف ايش ممكن نكتشف هناك. المشكلة تعرف تحسم المبنى قصير بس فعليا تحتاج تفكر وين تبي تروح. فانا لازم اقرر وين ابغى اروح اصلا لان يعني المفروض اتوجه لوين يعني. اوكي فين ابغى اروح؟ انا بدأت اضيع صراحه ما اعرف وين المفروض اتوجه. اوكي مهمتي الاساسيه انه انا افجر المكان ذاك عشان اجيب الميداليه، طيب كيف افجرها؟ I have no idea. في اماكن برضو هناك، كيف نوصل لهناك؟ يبغى لنا ندخل نروح للجهه الثانيه ممكن؟ وانسى الجهه، طيب انا ايش عندي هنا هنا بالضبط؟ في هذاك الوحش الغثيث اللي لازم انتبه من عنده. اوكي يو نو وات خلينا نروح للقاعه خلينا نروح للمكان ده اشوف ايش الشيء اللي راح علي هنا بالضبط. اوكي ليتس دو ذات. اوكي خلينا نعمل الشيء ده خليني اروح كنت بروح وين ايه اكتب اروح لهنا. اوكي اطلع لفوق روح يسار معناها اللعبه راح تطول لانه I'm not sure كيف حتخلص اللعبه هذه بشكل سريع ولا اوكي وبعدين ابغى اروح لهنا حلو. طيب هذا المكان انه في شيء ما اخذته انا لانه لونه احمر زي ما انتم شايفين. ايش الشيء اللي انا ما اخذته في ذا المكان؟ اوكي. يا فهد انت. طيب المشكله هنا مفتاح هنا وهنا طبعا القفل. لو نزلت طابق غرفة العمليات ما اوكي ما احتاج شيء من هنا. هنا ما ماني مستفيد اي شيء لانه ما احنا عارفين ايش نسوي هنا. والمكتبة هذه فيها الجاك ما احنا عارفين وين نجيبه
ولو طلعت لفوق ايش عندي هنا؟ حواجز متفجرة طبعا. برضو هنا ما احنا مستفيدين لانه لو دخلت ودخلت من ايش في هنا موضوع. طيب معناها انا لاني مستفيد انه اجي هنا، بس انا ممكن اطلع من هنا. اوكي خليني اتجه للمكتبة. اوكي راح اروح للمكتبة، عشان اروح للمكتبة هي ورايا. يب خليني دحين اطلع من فوق. اوكي خليني اطلع هنا، مش انا مو فاهمه كويس يعني. انا بدأت اضيع. حلو المفروض لو مشيت انا طيب سوي لي شيء في الخريطه الله ياخذك، اضاع وقتي دحين. طيب كذا على كذا انا مو مستفيد شيء. طيب لا حقدر ادخل هنا ولا مستفيد من ذا الطابق ولا مستفيد اي شيء. طيب في الحاله دي انا مضطر اروح للجهه الثانيه. خلاص خلينا نروح ونكتشف في الجهه الثانيه ونغامر نغامر هناك. Obviously لو أنا ضيعت وما عرفت شيء فأحتاج منكم المساعدة as always، مع أنه أنا توي كمان ألاحظ. أنه أنا أقدر أحرك الشيء ده، بس المشكلة اللي اكتشفناها أنه ما أقدر أحرك الشيء ده خلقة، لأنه في مشكلة هنا. Yeah, that's interesting. Okay. أنا فهد أحتاج I need to pay attention. Okay. طيب خلينا نروح الجهة الثانية ونكتشف هناك، بس برضو لازم أعمل خطة على أساس أعرف وين أبغى أروح، لأنه الوقت ينأكل. عارف أنت بس عشان تفكر وين المفروض تروح you need a lot of thinking. الآن بدأت أعرف إيش اللي خلاكم أو حببكم في اللعبة دي، يعني الألغاز والبحث والأخيري. Yeah, I see that. طيب أنا في الطابق الثاني، لو نزلت الطابق الأول في كثير أماكن ما دخلتها أنا هنا. يعني هذه الجهة كلها ما دخلتها، والطابق الثالث برضو يا الله في كمان أماكن. أوكي طيب راح أدخل من هنا في خزنة. أوكي حخرج طاخ بعدين، هذا برضو فيه لو اوكي ما راح استفيد حتى لو جيت انا هنا، لانه لو جيت دخلت كذا لا راح اخرج هنا وحطلع. اوكي لو طلعت حتوديني على هنا. حلو سو الخطه انه اجي كذا طاخ ونطلع لفوق. اوكي ما حعرف او حستوعبها لان اشوفها بنفسي اني انا مش قادر. اوف يا ساتر، حب المسدس ده لانه من طلقه واحده جيم اوفر. اوكي طيب حنروح. اوف اوكي لا ما انا كنت هنا اصلا. مستفيد انا فهمت غلط كمان. اللعبه هذه بدات تجيب لي كونفيوجن. حلو نايس يا ابو سعد. حلو هذه المفروض تدخل. اوكي انا ماني انا ايش قاعد اسوي؟ لا انا خطتي كانت مره مو كذا. طيب كيف ادخل غرفة الحارس؟ اوكي. هيا خذ. لا
اوكي ما هو المفروض اطلع من هنا مكان حتى هنا ما اقدر اطلع اوكي انترستينج طيب كيف اطلع من هنا حسبي الله ونعم الوكيل اوكي طيب ماني مستفيد طيب كيف انا اروح لهناك How do I do this I'm very confused اوكي هذا الباب اللي انا ما دخلت من عنده طيب اوكي خرجت من هنا دخلت من هنا وبعدين حتى هذا ما حقدر اطلع منه طيب اوكي انا ام كونفيوزد اوكي طيب ايش المفروض اسوي يعني لحظه خليني اطلع الرصاصات خليني اخزن اوكي بعد تفكير اكتشفت انه انا مش مره مركز راح ندخل الاستقبال حامشي هنا غرفه العمليات وبعدين هذا الباب مقفل بسلاسل حنفكه طبعا بالمفك اللي عندي اوكي الان نتوجه لغرفه العمليات اوكي ووو ول اوف What the hell? لا تقول لي دخلوا من الشباك هذا اللي قدام. Never mind. Damn, son. في طريق يقفل فيها الباب. Okay, never mind. What the hell? What the hell? هو هذا الباب اللي أنا المفروض. لا يا فهد لا يا فهد في الوجه ايديله اوف في اكثر من واحد حسبي الله ونعم الوكيل يا فهد اوكي خش اكس استخدم الشيء ده اوكي بسرعه بسرعه خلص 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 خش قفلنا الباب الله ونعم الوكيل دمج العناصر وات اوكي المفروض اقدر ادمج دمجها مع هذه حلو استخدام اوكي حلو نايس دخلنا الان مكان جديد الان المفروض في يا الله منك يا بنت قنبلة ضوئية ايش في كمان عندنا في عندنا أداة إلكترونية طيب خلينا ناخذ هذه الأداة اوكي التالي اوكي what the hell is this خلينا نفحص ايش هذا الشيء يا ابني فحص اوكي اضغط اكس ظاهر بطارية تدخل لهنا اوكي معناها طيب خلينا نحط البطارية اعمل دمج اوكي الحين احط هذيك في القم اوكي وبعدين اجيب
That makes sense. That makes sense. Okay. بس كم أخذني؟ 38 دقيقة. يا مفترية فهد الله يهديك. غالي مفتاح معي. تخرج من هنا. وين مكان المتفجرات؟ حلو، نطلع الآن السلم. وبعدين نطلع السلم. كويس، أوكي، اللعبة بدأت توضح الآن. حلو، وبعدين ندخل من هنا. أنا ماشي صح؟ اوكي، ندخل لهنا لهنا، وبعدين نشوف اذا النظريه هذه صحيحه. وصلنا الان للغرفه، والان خلينا نشوف اذا نقدر نفجر الشيء ده. اوكي، ليتس سي استخدام. اوه اوه دام، What the hell؟ سامع في زي الزومبيز، بس من وين جاي؟ اوكي، طب حلو. هذه لا، الان خلينا نشوف الكتاب. المفروض اوكي بشكل سريع جدا. لا مو من هنا يا ابني. دفتر الضابط. اوكي، حرمة سهم ثعبان. حلو، نايس، that's beautiful. طيب كده الان دحين نبغى نتوجه. خلصنا من هنا، والان راح ننزل ونروح للقاعة الرئيسية. بس يبدو لي انه في كثير زومبيز، فاحتاج كده بطريقه ما. What the hell؟ Please leave me alone man. Leave me alone. God damn. Oh نفس الفل. Oh my god. هو هذا نفسه. Come on, let's go! Gang, we'll تحرك الله يحرق راسك. Whoo! يا واد هذا لعين. لعين يا الله. يا واد ده لعين بشكل. كيف يموت هذا طيب؟ God damn. ابغى اجرب لحظه. اوه جاد، خلينا اشوف اذا في اسلحه وفي شيء. اوه خلينا اخذ العشب جاست ان كيس عشان امكسها مع حاجه.
والآن خلينا نروح للقاعة الرئيسية. كيف أروح للقاعة الرئيسية؟ والله هذاك الصرصار ما أدري إيش اسمه ذاك. يا أخي يبجع الله يا أخي. damn son, والله damn son بقوة. أوف، إيش في هذا؟ ما أدري ولا. Still alive. Okay، طيب يلا. أخيرا يا معلم، أخيرا. أخيرا يا معلم. طيب هذا حيجي معاي ده ولا ايش وضعك؟ طيب والله في اشياء كثيرة. طيب حلو، على حد علمي انه انا لو دخلت من هنا حيوديني لهنا. طيب خلينا نشوف وين الاماكن اللي ما رحتها. طبعا هنا في يو اس بي لازم اخذه، وهنا في طبعا قفل ما فتحته، وهنا برضو في البرج راح يكون في فيلم هندي. بس خلينا ادخل من هنا اشوف وين راح يوديني. Okay. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! شكله مات. It's time to go. Hey, Marvin. Oh, we need to get you to hospital right now. No, no, I... save yourself. Come on, I've got you. Go! حيتحول. It's too late. I tried, Leon. But I couldn't. ما تقول له حقتل نفسه. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. مش فين ليون بارد مرة كذا؟ ليه أحس إنه في أشياء كثيرة ما اكتشفتها و... أحس في أشياء كثيرة ما اكتشفتها أنا ولا؟ الغرفة السرية. طيب هل أقدر أرجع أصلاً؟ لا. إيش الشيء هذا؟ يبغاله أوكي، يبغالي أخذ شيء هنا. الله الله. حلو، ندمج هنا، ممتاز. خلينا نشوف مش ممكن أحط في أشياء ما أحتاجها. هو العشب هذا فيلم صراحة، يعني ما أدري إذا أحتاج العشب هذا. خليه. أوكي كده أخذنا كل شيء. خلينا نحفظ اللعبة. اوكي خلينا نشوف. ما عندي الا في شيء هنا يتفتح بس ما عندي القطعة. خلينا نشوف وين ممكن نروح. Let's see. انا نزل. اوكي. لعن ابو الرعب يا ولد. لعن ابو الرعب يا ولد. لا لا يا فهد. اوكي في عندي يمين ويسار. طيب وين المفروض اروح يعني؟
اوكي خلينا نكتشف نشوف. اوكي لون احمر معناه في اشياء هنا ممكن اقدر اخذهم. ها نايس. اوكي يمكن استخدام اوكي طيب حلو. كمان في شيء ثاني. What else؟ ايش هذا الشيء؟ بس انا مو شايف ايش جوا، لا يكون في حق رصاص ولا قنص ولا وات. What else؟ خلينا نشوف اذا في شيء ثاني ممكن نقدر ناخذه في ذا المكان. حلو، في شيء هنا ممكن لو فك. هو ايش بالضبط؟ هو مبين لحاجة بس انا ما ادري ايش هذا القطع. Never mind, I don't know what the hell is this. وبعدين في بوابة هناك اللي هي برضو ما احنا قادرين نفتحها. طيب حلو، نطلع لفوق ونكمل في ذيك الجهة الثانية. ساوند غريب يا ولد. بس يا فهد انت معك سلاح، don't worry. اخاف من المقالب، اخاف من المقالب. شكله في مقلب هنا. انا متحسر على المبنى، اخاف انه شايف لونه صار احمر معناه في شيء يمكن ناخذه او شيء. ليش لونه احمر؟ معناه في شيء هنا صح؟ بس انا مو شايف انه في شيء ممكن ناخذه او حاجه. اوكي سي نوثينج صراحه. اوكي خلينا نتقدم. يا ساتر غرفة الآلات وكذا. لا أحس إنه كذا في رئيس يا واد حيكون هنا ولا مقلب. أوكي. الله يستر يا شيخ. يا ابو المقلب. لا يا ابوي طلع السلاح يا ابوي. اوف اديله اديله اديله. لا 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 هو لازم اقتل الشيء ده انا ولا ليه بالضبط؟ لا بس ما قاعد يصير له شيء. ما قاعد يصير له شيء. طب انا ايش قاعد استفيد؟ لازم اطلق في العين. اوف ول. اوكي طيب انا كيف احارب الشيء ده؟
جري جري جري. كيف احارب الشيء ذا؟ What the hell؟ شايف انه في الراس. اوكي روح اخرج. ايش فيها ضايع مدى ولا المفروض اضرب العين انا ولا ليه؟ لا كمان رد. البخار يسوي له شيء؟ هي وين راح؟ صار له شيء؟ طيب انا ايش استفيد الحين؟ خلصت كل الرصاصات. اوكي اوكي لا يا ابني لا اوكي هذا الحين كيف حيموت هذا الشيء؟ ما عاد بقى عنده رصاصات انا اصلا. اوكي ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ What is going on؟ فزت؟ ايش اللعبة غريبة جدا. اوكي نزل سلم. What is going on؟ What is going on؟ اوكي لحظة خلينا اعالج نفسي دحين. مان اوكي اعالج نفسك اعالج نفسك. الان خذ لك المدخرات هذه كمان as well. حلو وبعدين ابغى احفظ اللعبه صراحه انا ما ابغى اكمل يعني. I wanna save the game. خلاص كذا يعني عدينا السيشن. يعني امر غريب صراحه في اللعبه. اوكي خلينا نحفظ اللعبة. That is interesting. That's so weird. انا ما ادري ايش سويت. اوكي I see what's happening. اوكي انا خلاص بوقف لعب وبحفظ بس ماني عارف وين اقرب مكان للسيف. اوكي خلينا نحفظ اللعبه ونكتفي هنا. وفي نفس الوقت قولوا لي اذا انا سحبت على اشياء كثيره لانه ما لقيت صراحه اشياء كثيره اشوفها في ذاك المكان او في القاعه الرئيسيه او اذا حنرجع لها وانا ما ادري. I have no idea. Nice nice yeah. اوكي خلينا احفظ عليه هذه. Yeah. اوكي ليديز اند جنتلمان راح اوقف الجيم هنا بالضبط. اذا في شيء انا ما ضبطته او سحبت على اشياء كثيره يعني I don't know. عموما اكتبوا لي تحت في مكان التعليقات وراح اقرا التعليقات وراح احاول مش اوعدكم احاول اخلص السلسله ذي قبل ما ندخل في ريزيدنت ايفل 4. بديت استوعب اللعبه بديت افهمها اكثر واكثر عن الاجزاء اللي راحت. Yeah, ففي نفس الوقت في تقطيع لأنه أنا بفكر كثير في أشياء فعلياً ما لها داعي أو أسرح بالتفكير. فأعذروني لو أنا قطعت بحيث أنه الحلقة تكون يعني
مناسبة للمتابعة على الأقل. Ladies and gentlemen, أنا فهد سال، أشوفكم إن شاء الله على خير. سلام.